بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنأخذ تطبيقا على عن أو على الاحتراق التام، ونأخذ هذا المثال: يحترق الميثانول الذي هو نوع من الكحولات، صيغته الكيميائية CH3OH بواسطة الأكسجين، فينتج ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء. المطلب الأول: ما هي مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد الاحتراق على المستوى العياني وعلى المستوى المجهري؟ ثانيا: مثل بالنموذج الجزيئي هذه الأفراد قبل وبعد الاحتراق. ثالثا: نمذج هذا الاحتراق بمعادلة كيميائية. فبدون إطالة سنناقش هذه التساؤلات أو هذه الأسئلة. إذن فالاحتراق التام للميثانول، الجملة الكيميائية قبل التحول مكونة من الميثانول وغاز الأكسجين، أما بعد الاحتراق أو بعد التحول فهي مكونة من ثنائي أكسيد الكربون والماء. الأفراد الكيميائية التي تشكل الجملة قبل التحول هي جزيء الميثانول CH3OH وجزيء الأكسجين O2. بعد التحول الأفراد التي تشكل مكونات الجملة هي جزيء ثاني أكسيد الكربون وجزيء الماء. إذا نمثل هذا الاحتراق بالنموذج الجزيئي أو هذا التفاعل بالنموذج الجزيئي. فقبل التحول مثل ما ذكرنا هنا، لاحظ أنه ينبغي أن يتفاعل جزيئان من الميثانول مع ثلاث جزيئات من الأكسجين لكي ينتج عن ذلك جزيئين من ثنائي أكسيد الكربون وأربع جزيئات من الماء. في هذه الحالة نلاحظ بأن الذرات محققة لمبدأ الانحفاظ النوعي والعددي، إذن لا يمكننا استعمال عدد أقل من هذا العدد لنحصل على هذا التوازن أو هذا التساوي أو هذا الانحفاظ. فأقل عدد هو جزيئين من الميثانول وثلاث جزيئات من الأكسجين. إذن لنتأكد من انحفاظ النوعي والعددي، لديك ذرتان من الكربون، ذرة في كل جزيء، فتعطيك ذرتين من الكربون كل ذرة في جزيء من ثنائي أكسيد الكربون، ثم ذرتان من الأكسجين 4 6 8 2 4 6 8. الهيدروجين لدينا 8 ذرات، 4 في كل جزيء، 4 ذرات هيدروجين، 4 ذرات هيدروجين، نجد هنا 8 ذرات بمعنى 2 4 6 8. إذن فمبدأ انحفاظ الذرات نوعا وعددا محقق. نكتب المعادلة. إذن فالمعادلة هي معبرة عن النموذج الجزيئي الذي هو معنا. إذن لدينا 2 CH3OH يعني جزيئين من الميثانول زائد 3 جزيئات من الأكسجين تعطي لنا جزيئين، ها هما جزيئين من ثنائي أكسيد الكربون زائد 4 جزيئات من الماء، ها هي 4 جزيئات من الماء. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا التطبيق أو من هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.